تختصر سيرة الرئيس الجزائري محمد بوضياف مرحلة طويلة من تاريخ الجزائر بحلولها ومرها. إنه الرجل الذي بدأ حياته بين قيادات الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، اختار المنفى بعد الاستقلال ليعود بعد 28 عاما رئيسا للجزائر ليغتال فيها على الغد. من هو محمد بوضياف؟ محمد بوضياف ولد في سنة 1919 في ولاية المسيلة الجزائرية التي كانت واقعة تحت الاحتلال الفرنسي. عمل محصلا للضرائب في مدينة جيجل قبل أن يلتحق بالجيش الفرنسي للقتال ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. بعد ذلك انخرط في حزب الشعب الجزائري وتنظيمه السري، وكلف بإنشاء خلايا سرية لمقاومة الفرنسيين، وهذا ما عرضه للمطاردة عام 1950، وحكم عليه غيابيا بالسجن 8 سنوات ووقف وسجن في فرنسا. إثر عودته إلى الجزائر انخرط في صفوف الثورة، وكان عضوا من اللجنة الثورية التي فجرتها عام 1954، كما كان ضمن القادة الذين اختطفتهم المخابرات الفرنسية على متن الطائرة التي كانت متوجها من الرباط إلى تونس. في 22 أكتوبر 1956، حيث كان رفيق كل من حسين أيت أحمد وأحمد بن بلة ومحمد خضر والكاتب مصطفى الأشرف وست مروى في الاعتقال حتى 18 مارس 1962. تقلد بوضياف منصب نائب رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة عام 1961، وكان لا يزال معتقلاً، وبعد استقلال الجزائر كان موقفه مخالفاً لأغلب قادة الثورة. اعتبر أن دور جبهة التحرير انتهى مع ذهاب المستعمر، ونادى بالتعددية الحزبية وتأسيس جمهورية ديمقراطية. وأسس في سبتمبر 1962 حزب الثورة الاشتراكي، واختار المنفى وانتقل إلى باريس وسويسرا ثم إلى المغرب. وفي 16 جانفي 1992 رجع محمد بوضياف ليرأس المجلس الأعلى للدولة، ومنحت له صلاحيات رئيس الجمهورية. بعد استقالة الشاذلي بن جديد، وافق بوضياف على العودة بعد 28 عاما من الغياب القسري عن بلاده، وأصبح رابع رؤساء الجزائر في ظرف كان الأكثر دموية في تاريخها. بعد تعطل المسار الانتخابي، بينما كان يلقي خطاب بدار للثقافة بمدينة عنابة يوم 29 جوان من نفس العام، رمي بالرصاص من قبل أحد حراسه المسمى مبارك بومعرافي، وهو برتبة ملأزم. وظلت ملابسات الاغتيال غامضة حتى يومنا هذا، رحم الله سي الطيب الوطني.